اهلا بكم في فيديو جديد من قناة فادي عضلات. بصوا يا جماعة، من يومين حمزة نمرة نزل على قناته اغنية جميلة جدا 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 اسمها داري يا قلبي. انا من كتر اعجابي في الاغنية عايز اعمل رياكت عليها، بس معلش يا جماعة هو انا مش هقدر اشغل الصوت، لان جربت ان انا اشغل الصوت بيجيب لي الفيديو محظور على مستوى بلاد العالم، فطبعا لو سبت الفيديو هو كده ممكن يجيلي عليه مخالفة، غير كده اصلا مش الفيديو هيبقى محظور، مش هيتعرض لأي حد، فمش مش عارف اعمله ولا لازم اكتم الصوت. انا هعلق بس على الكلام اللي مكتوب، والاغنية روعة جدا، اسمعوها، هحطها لكم في اللينك في الوصف، يعني هحطها لكم في الوصف الاغنية الاصلية. تمام، بصوا على اول حاجة، طبعا بدأت بمنظر البحر، منظر جميل جدا. هو في الكلام هيتعرض تحت بالعربي، الكلمات نفسها هتبقى معروضة تحت. اه، بيقول لك ايه، مالك مش باين ليه، قلبك تايه من مدة كبيرة. هو بيتكلم في الأغنية دي عن الغربة يعني وكده، خايف تتكلم ليه، في عيونك حيرة وحكاوي كتير. على فكرة كلام جامد، حمزة نمرة ده فنان جامد قوي. بيقول لك متغير ياما عن زمان، وجايب لك قافل على قلبك البان، وجايب لك بقى صورة راجل كبير حبيته، فرقت كام مكان، عايش جواك احساسك كل يوم يقل. استنى بقى الحتة ديت، وتخط وخطوتك تزل من كتر ما احبطوك تمل. استنى بقى الحتة دي بقى نتكلم. الحتة دي يا جماعة يعني فيها كلام كتير قوي قوي قوي. انا هاخد الاغنية ديت على اليوتيوب، هو بيتكلم في الاغنيه عن الغربه، بس انا هاخدها على اليوتيوب. يعني بصوا يا جماعه، في ناس كتير بتحبط في اليوتيوب من كتر ما هي احبطت، بتمل بقى وتزهق وتهجر القناه بتاعتها. فين تلقى دواك، فين علاج كل الكلام ده، وفين كل يوم بتودع حلم. اه، الناس دي بيبقى مثلا ايه، اللي داخل اليوتيوب ده بيبقى عنده احلام بقى، ونفسه قناته تكبر ويبقى مشهور والكلام ده وكده، ومجرد ما الناس تحبطه بيقعد بقى يودع احلامه ويتخنق بقى ويهجر القناة وتستفرد بالهموم، ويبدأ وكلكم الغربة كوم. هو هنا بيتكلم عن عن الغربة، ما بتديش حاجة اهتمام، اهلا اهلا سلام سلام، يعني خلاص بقى بتفكك بقى من اليوتيوب خالص، مش مهتم بأي حاجة، مش تبقى اتخنقت بقى. بقى طبعك قلة الكلام، انا عن نفسي طبعي قلة الكلام، بس مش عشان احباط، انا قلة الكلام عشان من كتر ما لقيت الناس بتهاتي وارائها، يعني في ناس بتنقد كده على الفاضي والمليان، وفي ناس يعني مكسلة تعمل قناة يوتيوب، او خايفة ان هي ممكن ما تنجحش في اليوتيوب، فلما تشوف حد شغال في اليوتيوب بتحاول بأي طريقة ان هي تحبطه. كله يعني قبل كده يا جماعه كنت بهتم بان الفيسبوك اقعد اقرا الاراء ومش عارف الكلام ده، دلوقتي خلاص بقى عندي يعني بقى عندي حب قله الكلام، بقيت قليل الكلام عشان انجز بقى في طريق نجاحي في اليوتيوب والكلام ده، مش هقعد بقى ارغي كتير مع ناس بتهاتي. الحته دي حلوه قوي، بيقول لك داري داري يا قلبي مهما تداري، قصاد الناس حزننا مكشوف. كلامه جامد. بصوا بقى الحته دي يا جماعه، شايفين الراجل، بصوا الحته دي بقى جامده قوي، جايب كده صوره راجل العجوز، وبيقول لك محدش في الدنيا دي بيتعلق بشيء الا فراقه يشوف. بصوا بقى الحته دي، هو يقصد ايه؟ هو اولا انا متضايق من الجمله دي، الجمله دي مش حقيقيه، مش كل الناس اللي بتتعلق بحاجه بتشوف فراقها. يعني مثلا ايه، لما واحد يبقى مثلا بتعلق باماله وطموحاته ويفضل يجري وراها هينجح في يوم من الايام، مش يعني مش اي حد بيتعلق بحاجه بيشوف فراقها. بس انا ضد الجمله دي بصراحه، مش حلو. كل اللي معاك في الصوره غايب، وطنك والاهل والصحاب، ده عشان بيتكلم على الغربه. يعني كم واحد ودع وساب من غير اسباب، لو اتكلمنا على اليوتيوب في ناس كتير.
عشمنا قلوبنا باللي فات ونسينا نعيش. كان مكتوب نمشي الطريق ونفارق كل مدى شيء، اتسرق العمر بالبطيء ولسه على مفيش. ده أهم جملة بقى يا جماعة. تخيل انت لو سمعت الكلام المحبطين وقمت ما اتخنقت وما كملتش في اليوتيوب، هيجي عليك يوم هتبقى كده راجل عجوز شعرك ابيض وانت محققتش اي شيء. بسبب ايه؟ بسبب شوية اراء ناس لا قيمة لها، لا قيمة لها. خلاص بقى، والحتة الأخيرة ديت إعادة يعني وكده. بس بصراحة يا جماعة يا ريت تسمعوا الأغنية الحقيقية بقى الأصلية اللي حاطها لكم، يعني ريت تسمعوا الأغنية دي بقى بالصوت، هحطها لكم في الوصف. أغنية روعة 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 بجد، محققة لغاية دلوقتي يعني 2,850,223 وعمالة في زيادة مستمرة، وإن شاء الله تحقق نجاح كبير لأن هي أغنية ممتازة يعني. بكده الفيديو بتاعنا يكون خلص. بس خدوا بالكم من حاجة، هتديني لايك وتعمل اشتراك وتشير لفيديوهاتي تبقى حبيبي، واشيلك على راسي من فوق. مش هتعمل كده؟ يبقى انت اللي حكمت على نفسك يا حلو.